انا دلوقتي على التليفون الناقد الفني الاستاذ رامي عبد الرازق. برحب بحضرتك يا استاذ رامي، واحنا بنتفرج دلوقتي على لقطات كده سريعه وعلى صور حلوه جدا كمان معانا دلوقتي، بتجمع احمد رمزي برشدي اباظه، عبد الحليم حافظ، ماجده، مجموعه من قامات السينما. الحقيقه الواحد بينسى كل حاجه مع لقطات الافلام دي، بيعيش كده استراحه سريعه من يومه ومن ضجيج الحياه اللي حوالينا. النجاح اللي حققه احمد رمزي ده اسبابه ايه يا فندم؟ بص، ما نقدرش نفصل نجاح احمد رمزي عن الزمن السينمائي اللي هو ظهر فيه من منتصف او اواخر منتصف الخمسينات تحديدا، وصولا الى منتصف السبعينات. الفتره دي كان فيها فتره نشاط سينمائي على مستويات متعدده قوي. نوعيات الافلام كانت كتيره ومختلفه، ما بين الميلودرامي والاكشن واللايت رومانتك، الرومانسيه الخفيفه، والرومانتك كوميدي اللي هي الرومانسيه الكوميديه. اختلاف نوعيات الافلام ادى الجيل ده فرصه جيده جدا ان هو يقدم اكتر من شخصيه، يقدم اكتر من نوع، يلعب شويه كوميدي، يلعب شويه رومانتيك، يلعب شويه اكشن. الحقيقه ده بيستفز ملكات الممثل وبيطلع من جواه وشوش كتيره قوي هو بيبقى محوشها ضمن موهبته. واتصور ان رمزي وجيله بشكل او باخر كانوا محظوظين جدا في التنوع ده اللي أجيال تانية يمكن اتحرمت منه بشكل أو بآخر. وفي نفس الوقت هم كمان كان عندهم إخلاص شديد جدا لشغله. إن ده شغلهم الأساسي. هم كانوا ممثلين، ما بيعملوش حاجة تانية غير صحيح. التمثيل، لا عندهم شركات ولا بيطلعوا في إعلانات ولا حاجة خالص. دي ناس كانت بتمثل، فبتختار أدوارها، بتحاول تنوع فيها على قد ما بتقدر، عارفة إمكانياتها كويس، عارف إن هو جميل وخفيف وشاب ظريف وبيلعب رياضة. كان بيطلع بعربيته، كانت عربيته مشهورة قوي، مشهورة العربية جدا طبعا الكابورليه طبعا. الصغيرة دي، كان بيعرف يوظفها كويس. حتى لو طالع في مشهد ضيف شرف زي مثلا إسماعيل ياسين في الطيران، لما راح عاكس نجوى فؤاد وقال لها ما تيجي مش عارف إيه، طالع بعربيته علشان المقارنة ما بين أحمد رمزي الوسيم الوجيه وما بين إسماعيل ياسين الكومبارس اللي جاي يتضرب. فبالتالي حتى في اللقطات الصغيره وفي ادوار ضيوف الشرف كان في اختيار جيد، كان في تاثير حلو، لان السياق كله كان متنوع وهم كانوا مخلصين للي هم بيعملوه. أنا لسه بقول في المقدمة إنه أحمد رمزي قدم مع إسماعيل ياسين فيلم، وكان مهم أفلام يعني، وكان مهم جدا في الكوميديا قدام إسماعيل ياسين يعني. ده شيء برضو بتصور إنه مش سهل يعني، مع فؤاد المهندس، كلها قامات الكوميديا في السينما العربية كلها. إزاي عرف يعمل المعادلة دي يعني؟ برضو الوقوف قدام كوميديانات السينما في الوقت ده أكيد كان شيء مش سهل. خلينا نقول ان هو زيه زي كتير من جيله برضه كانوا فاهمين تمثيل كويس، بمعنى ان هو عارف انه مش كوميديان، بس هو بيقدر يلعب في منطقه من الكوميديا فيها خفه ظل، وخفه الظل هي نوع من انواع التمثيل الكوميدي المظلومه الحقيقه، لان كل الكوميديانات بيبقوا عايزين يضحكوا، سواء بالافيهات الهزليه، سواء بالافيهات الجسديه زي مثلا اسماعيل ياسين. لكن الجيل ده تحديدا من ضمنهم احمد رمزي ورشدي اباظه وشكري سرحان، الثلاثه دول مش كوميديانات، بس لما كانوا بيلعبوا ادوار خفيفه كانوا بيلعبوها بخفه ظل حقيقيه. يعني مثلا مشاهد احمد رمزي في عائله زيزي قدام فؤاد المهندس طبعا اللي هو المفترض انه كوميديان كبير، كلها خفه ظل للاخ الاصغر بتاع البنات اللي بيحب جارته، بنضحك عليه وهو طالع يغني من الاوضه سكران لا تكذبي، عامل بنضحك عليه مشاكل دايما بس مش عامل ضغط علينا واحنا بنتفرج كمشاهدين يعني. بالظبط بالظبط، ومش بيستظرف كمان بالظبط. يعني. خلي بالك انه ما بيروحش يلعب كوميديا وهو مش كوميديان، فيطلع شكله بيستظرف فالناس ما تحبوش. هو بيلعب في منطقة خفة الظل اللي هو قادر يعملها، زي مثلا مشهد الملاكمة بتاع ايامنا الحلوة، المشهد الخناقة اللي في الشارع لما زينات صدقي رميته بالمية فقام وراح ناكش شعره كده وقام يضرب اي حد وطبعا قدامه وهو مش المشهد قادر الشهير في يضرب. عائلة زيزي لما راحوا الاستوديو لسعاد حسني السنة اللي قبل وطبعا 97 مشهد الاستوديو لما قال شكرا الخمساوي جدا. طه، يعني هو طبعا تمنياوي اخوه طه. او اخوه الكبير بالظبط تمنياوي، اسمه فهو سبعاوي. قال خمساوي على اساس ان هو الاصغر شكرا يعني. جزيلا لحضرتك استاذ رامي عبد الرازق على وجودك معانا.